معانا زميلنا خالد الأمير. طيب لحد ما نعرف أخبار المحافظات، لجنة الرئاسة أعلنت اليوم حالة بلاغات ضد دكتور أبو الفتوح ودكتور مرسي وسيد عمرو موسى للنيابة لخرق قواعد الدعاية. وطبعا دي بلاغات مقدمة من واضح من مواطنين أو محامين هيقدموها ضد المرشحين، ونشوف إلى أين ستذهب هذه البلاغات. طيب نشوف أخبار اسكندريه من زميلنا خالد الامير مراسلنا في اسكندريه. مساء الخير يا خالد. مساء النور يا مدام لمين. الاوضاع عندك ايه في اسكندريه وبالذات في المنطقه الشماليه؟ هناك العشرات الاول المنطقه الشماليه من حركات كفايه و6 ابريل وحركه كلنا مستقلون وبعض من شباب السلف وحركه حازمون يستعدون الان للاقصام الى المنطقه الشماليه، وهم ينصبون الان خيمه كبيره ويقولون انهم سوف يغلقون طريق شارع بورسعيد القادم من شارع بورسعيد الى المنطقه الشماليه. وهناك خيام اخرى سوف تنصب بجوار خيمه رئيسيه للاعصام. كانت هناك مسيرات منذ عصر اليوم، واثناء دون مسيره الى المنطقه الشماليه تعرضت لهجوم مجموعه من البلطجيه بالسيوف والاسلحه البيضاء والزجاجات، اصيب خلالها شخصان من حركه 6 ابريل. الان المنطقه الشماليه هناك هتافات لحكم العسكر وتنديد من مجزره. ايه هدف الاعتصام يا خالد؟ الاعتصام هم الصور يقولون نحن نريد انهاء حكم العسكر الان ومحاكمه المسؤولين عن مجزره العباسيه ومن قبلها محمد محمود ومجلس الوزراء. المعتصمون يقولون نحن هذه المره لن نسلم، نحن نتضامن مع اخواننا في العباسيه. الوضع سيء لأسوأ. المعتصمون يقولون نحن سمعنا كلام كثير من العسكر والمجلس العسكري بعدم التعرض للمصريين وخطر المصريون، ولكن هناك مصريون يقتلون في العباسيه. طيب العدد قد ايه يا خالد؟ العدد كان 2000 شخص، الان قلل هذا العدد الى 500 شخص او اقل. 500 او اقل. شكرا خالد الامير مراسلنا في اسكندريه. من السويس ايضا مراسل يوم السابع محمد كمال. محمد، السويس كان في مشكله امام ديوان المحافظه، الاخبار دلوقتي ايه؟ والله الاخبار دلوقتي الحمد لله الدنيا هاديه، مفيش اي مشاكل. الموضوع كله ان كان حركه 6 ابريل وتكتل شباب السويس جمعوا فندان ال40 حوالي الساعة 7 مساء، انطلقوا بمسيرة حتى ديوان عام المحافظة بتندد بما حدث في ميدان العباسية وقتل المتظاهرين والمعتصمين والتعدي عليهم بالقوة. بعد مظاهرة أمام ديوان عام المحافظة استمرت ما يقرب من نصف ساعة، توجه المتظاهرون للدخول إلى ساحة ديوان عام المحافظة ولكن من الباب الخلفي. أثناء دخولهم حدث قرر وفر بينهم وبين قوات الجيش، جريت وراهم قوات الجيش حاولوا يطلعوهم من المكان ده عشان ما يحصلش اي تخريب او اي عبث. من جانبهم بعض المتظاهرين او بعض التراس السويس ردوا بالشماريخ على القوات قوات الجيش، ولكن تدخل العقلاء وتدخل بعض القيادات الشبابيه وتم السيطره على الموقف. والوضع هادي دلوقتي. حركه 6 ابريل والتكتل بكره هيعملوا عرض كاذبون في ميدان في الشارع لمديريه امن السويس، وفي نيه للتظاهر بشكل مكثف يوم الجمعه ان شاء الله. يوم الجمعه. شكرا محمد كمال من السويس. سينا برضو في مشاكل في رفح، ومعانا على الهاتف عبد الحليم سالم مراسل يوم السابع في شمال سينا. استاذ عبد الحليم، اعتقد النهارده كان في اعتداء على كمين للشرطه والجيش في رفح واستشهد مجند. مساء الخير يا استاذه لميس، لعل الحادث الذي سافاجئ. الصوت مش تمام يا جماعه، صوت الاستاذ عبد الحليم مش مظبوط. ممكن نعاود الاتصال بيه مره اخرى؟ طيب نعاود الاتصال بيه مره اخرى. الانباء اللي عندنا غدا اولا في طيب خلونا نشوف اخبار بعثه الاهلي في مالي، ومعي على الهاتف كابتن خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن خالد طمني، ايه الاخبار؟ لا في انفراج يا مدام لمين. الحمد لله يا رب. لا الحمد لله، يعني احنا طبعا الطياره على زي ما قلت لك امبارح ما كانتش اتحركت على فكره. طيب اوكي. هي على وصول دلوقتي. التصاريح جاهزه وكل حاجه. على وصول لمال، على وصول لباماكو ولا على وصول لابيجان؟ لابيجان، لساحل العاج. ايوه.
وبعدين هتبقى ستاند باي مجرد ما يخلصوا تصاريحهم. عايزينها طبعا يعني على الصبح كده، احنا مجهزين نفسنا ان ساعه ما يقول لنا اوكي هي هنطلع المطار والطياره وصلت. الحاجه الثانيه الجميله ان احنا استلمنا الشنط بتاعتنا الحمد لله، دي برضو انفراجه لطيفه. انفراجه لطيفه جدا يعني. بس خلاص يعني عايز اقول لك الناس مبسوطه قد ايه، والناس الحمد لله يعني الدراما اتغير خالص، الناس متشوقه بقى عايزه ترجع يعني. طبعا باذن الله. اعتقد كان في انباء ايضا ان الخارجيه في مالي وافقت ان الطياره تهبط في مطار مالي ربما قريبا يعني. لا ما ده حصل من الظهر النهارده. فخلاص يعني مفيش مشاكل في الاذن ان الطائره تهبط في مطار مالي. لا لا. الاوضاع عندك ايه يعني؟ يعني انت سامع ضرب نار المطار اتفتح كمان. المطار اتفتح، طب ده خبر كويس. عشان كده عرفت نجيب الشنط. عشان كده عرفتوا تجيبوا الشنط. يعني سامع لسه سامعين ضرب نار وكده ولا الدنيا هديت شويه؟ لا لا خلاص خلاص. الدنيا هديت. خلاص انا شايف، مكاني في الشارع ماشي عربيات ماشيه طبيعي. ومفيش بقى الصوت بتاع اللي فاتت، خلاص الحمد لله يعني الحياه رجعت طبيعيه. ترجعوا بالسلامة يا كابتن بإذن الله. يعني نتوقع نتمنى على الصبح كده ان انتوا تكونوا ركبتوا الطيارة وراجعين لأرض الوطن بالسلامة بإذن الله. شكرا كابتن خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بنطمن كنا على البعثة اللي كانت يعني محتجزة في مالي بسبب الانقلاب العسكري. واضح ان الطائرة العسكرية خلاص في طريقها. عبد الحليم سالم زميلنا من اليوم السابع رجع لنا تاني من شمال سيناء، اتفضل يا استاذ عبد الحليم. مساء الخير يا استاذه لميس. في الحقيقه ان محافظه شمال سيناء بعيدا عن الحادث الذي وقع فجر اليوم واستشهاد المجند محمود صبري محمد 24 عاما اسرى استهدافه داخل مدرعه من قبل مجهولين بقذيفه صاروخيه ار بي جي في قريه المصوره، بالاضافه الى اصابه المجند مصطفى محمود احمد والمجند مصطفى محمد احمد، والاخير نقل الى العلاج في مستشفى المعهد العسكري للسوحلات. بعيدا عن ذلك، خبر تنفرد به انتم الان، اختطف منذ قليل مجند احتفظ باسمه، هو اسمه لدي بالطبع ولكن حتى لا نثير قلق اسرته عليه، من على الحدود المصريه الاسرائيليه المحتله عند العلامه رقم 10 جنوب معبري رفح وكرم ابو سالم. هذا المجند الذي اختطف منذ قليل يرجح ان عصابات تهريب من سيناء هي التي قامت باختطافه نتيجه لعدم تعامله او رفضه محاولات التهريب عبر الحدود المصريه الاسرائيليه. الواقعه الثالثه التي شهدتها سيناء ايضا ان اسرائيل اعلنت ايضا منذ قليل ان مهربين مصريين استطاعوا من اختراق الجدار الحدودي الذي بنته اسرائيل على الحدود المصريه بدايه من ايلات حتى قرب منطقه الكنتله بتكلفه 360 مليون دولار. استطاع المهربون المصريون عدد قرابه 5 افراد من اختراق هذا الجدار، واسرائيل القت القبض عليهم وتحقق معهم حاليا. هذا بحسب وسائل اعلام فلسطينيه نقلا طيب عن صحيفه. اعود للمجند المصري، هل يعني السلطات هتبدا بقى في البحث ومحاوله التفاوض مع القبائل او مع مين اللي خطف؟ المصادر الامنيه اكدت انه جاري تمشيط المنطقه، وان هناك كما ذكرت اتصالات على اعلى مستوى مع الشيوخ القبائل جنوب منطقه رفح في محاوله لاستعاده هذا المجند الذي تم تكبيله وتقييده تحت تهديد السلاح ووضعه في سياره بحسب بعض المصادر وبعض زملائه الذين كانوا بعيدين عنه، وانه هناك محاولات في محاوله استعاده هذا المجند مره اخرى. نتمنى ذلك يعني، نتمنى له السلامه. اي مواطن مصري بالذات اللي في سيناء اللي بيشتغلوا على الحدود وبيضعوا ارواحهم على الحدود، نتمنى لهم السلامه. وده راجل اكيد وطني ومحترم ان هو لم يقبل بتهريب المخدرات والسلاح وما الى ذلك. اشكرك عبد الحليم سالم مراسل يوم السابع من شمال سيناء، خبرنا الاخير قبل استقبال الضيوف. غدا في طائره خاصه هتسافر يسافر على متنها وفد
برلماني برئاسة رئيسي مجلسي الشعب والشورى وعدد من رؤساء الأحزاب، منهم دكتور سيد بدوي أبو العيلة ماضي وأيمن نور وأيضا دكتور عماد عبد الغفور وعدد من أعضاء الأحزاب النور والحرية والعدالة، سيذهبوا الشيخ محمد حسان وياسر برهامي، هيذهبوا إلى المملكة السعودية للقاء الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يعني في زيارة كده بروتوكولية لرأب الصدع بين الطرفين. الأنباء التي لدينا إن القنصليات السعودية ستبدأ وتعاود عملها قريبا ربما الأحد بالقاهرة، ونتمنى أن السفير قطان يكون في طريقه للعودة إلى وطنه الثاني مصر، ونشوف بس ماذا سيحدث في هذا الاجتماع اللي يعني يعقده أعضاء مجلس الشعب مع العاهل السعودي. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا أستاذ رياضية رشوان دكتور أحمد سعيد، نشوف كيف يحللون أحداث اليوم وهذا المشهد العبثي المتكرر كل يوم. هناك خطأ في مكان الاعتصام. تصاعدت حدة رد الفعل لدى مختلف القوى السياسية على إثر أحداث العباسية التي خلفت قتلى وجرحى، فقد قاطعت مجموعة من الأحزاب السياسية لقاءها مع المجلس العسكري والذي كان مخصصا لتأسيسية الدستور. نحن هنا لنقول أن مليونيات وفعاليات حماية الثورة ستستمر، بدأت في 13 إبريل وستستمر حتى يتم تسليم السلطة في موعدها المحدد. هناك مسؤولية تقصيرية، بعد 4 أيام بنقول المنطقة المركزية بتتحرك لتسيطر على الموقف، أين كنتم؟ ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حركة 6 إبريل الحداد العام على روح فقيدها إبراهيم أبو الحسن عضو الحركة وجميع قتلى ومصابي الأحداث، داعية أعضاها للمشاركة فيما أسمته بمسيرات الزحف التي ستقام الجمعة القادمة. المشاركة يوم الجمعة الجاية هتكون على مطالب واحدة، حساب كل من تورط في جميع المذابح من محمد محمود ومجلس الوزراء وأيضا العباسية. وكانت الحركة قد أعلنت عدم تأييدها لأي من مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأكدت فتح الاختيار أمام أعضائها، مشيرة إلى أن موقفها سيتغير حال وجود جولة إعادة. في حالة أنها يكون في فريق رئاسي يواجه فلول النظام السابق سندعمه بكل قوة. وهكذا فقد دفعت أحداث العباسية المشهد السياسي للارتباك والاضطراب أكثر مما كان عليه. ارتباك ربما يزيد من حالة الغموض والتوجس حول مصير الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. طارق أحمد، هنا العاصمة.